الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة التي بعدها، ولا أدري عن ترتيبها عندكم. يغتفر في المقاصد التبعية ما لا يغتفر في المقاصد الأصلية الأولية. يغتفر في المقاصد التبعية ما لا يغتفر في المقاصد الأصلية الأولية. وعلى ذلك فروع ستوضح لكم القاعدة. الأول، ما قولكم أيها الفقهاء في إنسان يصل رحمه لينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه؟ الجواب، إذا كان هذا المقصود هو الذي حمله أصلا على صلة الرحم فهذا محرم لا يجوز، وهو آثم بهذه النية، لأن التعبد لا يقبل إلا إذا كان قصد المتعبد التقرب به لله عز وجل، وهذا لم يصل أرحامه إلا لتحصيل شيء من حظوظ الدنيا فقط. فهو في هذه الحالة جعل المقاصد التبعية مقاصد أصلية أساسية، وهذا محرم. ولكن لو كان الحامل له على صلة الرحم امتثال أمر الله عز وجل في المقصد الأصلي الأساسي، ثم نوى بعد ذلك بالمقاصد التبعية إنساء الأثر وزيادة الرزق والبركة، فإن هذه لا بأس بها في هذه الحالة، فيغتفر في المقاصد التبعية ما لا يغتفر في المقاصد الأصلية. ومنها أيضا، ما الحكم في من جاهد للغنيمة فقط؟ الجواب، لا أجر له، لأنه إنما نوى بهذه العبادة تحصيل الدنيا فقط. ولكن لو أنه أقام علم الجهاد طلبا لامتثال أمر الله عز وجل ولإعلاء كلمة الله في الأرض، ثم نوى بعد ذلك شيئا من المقاصد التبعية الثانوية، فإنه لا بأس بذلك إن شاء الله، فيغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. ومنها أيضا، لو أن الإنسان أخرج صدقة تقربا بها إلى الله عز وجل في المقصود الأصلي، ثم نوى بعد ذلك أن يستشفي بها لنفسه أو لغيره، فلا بأس بذلك ولا حرج، لكن لا يجوز له أن يقصد الاستشفاء بالقصد الأول، وإنما يجعله في القصد الثاني، لأنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. ومنها أيضا، الدراسة النظامية، إذا نوى بها طلب العلم تعبدا لله عز وجل ورفعا للجهل عن نفسه وعن أمته، ثم نوى بعد ذلك التفوق الدراسي والوظيفة ونيل الشهادة، فلا بأس بهذه النوايا التبعية، لكن يحذر المسلم أن يجعل ما هو تبع يجعله أساسا وقصدا، لأنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل.